أحبائي مشاهدي قناة سيسات في كل مكان، سلام المسيح معكم جميعا، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا حكايتي في ترنيمتي. عنوان حلقتنا النهاردة: الله ملجأ لنا. الله هو الملجأ الوحيد لكل إنسان ضل طريقه، شرد بفكره، ساه عن عمل ربنا في حياته. وعلشان كده تعالوا نتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، ونبدأ كما تعودنا بآية من الكتاب المقدس. آيتنا النهاردة هو مزمور رقم 71 وآية 7: أما أنت فملجئي القوي، أما أنت فملجئي القوي. في مزمور 71 يا أحبائي ما تذكرش اسم الكاتب، ولكن معظم الآباء أكدوا ونسبوا مزمور 71 لمعلمنا داود النبي، اللي تميز بروح خاصة في المزامير وبكلمات مميزة في صلاته. عشان كده أكدوا إن المزمور ده كان لداود النبي، وتوقيت كتابته كان في أواخر أيامه، وكانت في فترة آلام مر بها داود النبي نفسه، زي فترة آلامه بسبب إبشالوم ابنه. إبشالوم كان تعب داود جدا وأحزنه كتير، واللي قاد جيش ضخم في معركة ضد أبيه هدفه الأول كان قتله، لكن المعركة انتهت بهزيمة جيش أبشالوم وموته، وساعتها حزن داود جدا على ابنه. في المزمور ده بيعبر داود عن كثرة الضيقات اللي كانت بتلاحقه حتى في شيخوخته، ولكن يصلي أمام الله ويعلن إيمانه وثقته في موعده الإلهية، وإن الذين يتكلون عليه لا يخزون. بيقول القديس أغسطينوس عن داود النبي في المزمور ده إنه بالرغم من كل الضيقات اللي مر بيها داود، وبالأخص في شيخوخته في أواخر أيامه، إلا إن المرتل داود النبي كان بيشعر بنعمة الله الغنية اللي بتسنده دايما على الدوام، اللي خلته في وسط الألام دي كلها والتجارب بيلجأ لربنا بكل ثقة واتكال، ويعلن ويؤكد: أما أنت فملجأ القوي. أحبائي دي كانت آيتنا النهاردة: أما أنت فملجأ القوي. تعالوا نعرف حكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة مرتبطة برضو بالآية عن مدن اتذكرت في الكتاب المقدس، اسمها مدن الملجأ. حد سمع في العهد القديم عن مدن اسمها مدن الملجأ قبل كده؟ طيب تعالوا نعرف ايه هي مدن الملجأ. بس الأول عايزين نرجع لورا في العهد القديم ونفتكر أحداثه باختصار. بعد ما مات يوسف في أرض مصر وجه فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف كويس، ولا كان يعرف ايه كان وضعه، ولا عمل ايه من انجازات في ارض مصر، يا ترى عن عمد او عن جهل. ولكن اللي كان شغله وتذكر في الكتاب المقدس انه كان خايف وقلقان من شعب بني اسرائيل اللي تزايد عددهم بطريقة مهولة، لانهم دخلوا ارض مصر ايام المجاعة كان عددهم 77 نفس، ووصل عددهم قبل ما يخرجوا من أرض مصر لأكثر من 600,000. وده كان وعد ربنا لإبراهيم إنه هيجعل منه ومن نسله أمة عظيمة، وده كان سبب قلق فرعون وكرهه لشعب بني إسرائيل، وابتدى يسخر من شعب بني إسرائيل وبيعاملهم زي العبيد، لحد لما ربنا رتب أن موسى يتولد في أرض مصر، وفضل ربنا بيشكل فيه لحد ما أعده للخدمة، وساعتها كان وصل لسن 80 سنة لما ابتدى الخدمة. موسى النبي ابتدى خدمته هو عنده 80 سنة، وعشان يكون أول وأعظم قائد يخلص ويخلص لشعب بني إسرائيل من فرعون. طيب بعدين حصل إيه؟ خرج شعب بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى النبي، ولكن بدل ما يشكروا ربنا ان ربنا نجاهم وخرجهم من ارض مصر بمعجزات، وخاصة من حياة العبودية اللي كانوا فيها، لكنهم اتذمروا جدا على موسى والله شخصيا، لدرجة انهم اشتهوا ايام العبودية اللي افتكروا فيها ايام ما كانوا بياكلوا قدور اللحم والكرات زي ما احنا قرينا في سفر الخروج، ونسيوا. ولما فرعون أمر بقتل أبكارهم من بنيهم، ونتيجة تمردهم ده وتذمرهم المستمر، ربنا ما سمحش إن الجيل ده منهم يدخل أرض الموعد اللي هي أرض كنعان اللي بترمز بأورشليم السمائية. ف
ففضلوا في برية سينا لمدة 40 سنة لحد ما جه الجيل اللي بعدهم، وهو ده اللي ربنا أذن إنه يدخل أرض الموعد بقيادة يشوع بن نون اللي تتلمذ على إيد موسى، واستحق إنه يعينه موسى قائد للشعب من بعده. وقاد يشوع شعب بني إسرائيل وعبر بيه نهر الأردن ودخل بيهم أرض كنعان. وكانت مهمة يشوع إنه يوزع أرض كنعان أرض الموعد على أصباط بني إسرائيل. وزعها إزاي؟ عن طريق القرعة. دي كانت وصية ربنا لموسى النبي أن تقسم الأرض على الأصباط بالقرعة حسب ما اتذكر في سفر العدد 26 وآية 55، إنما بالقرعة تقسم الأرض. ولكن كان في سبت وحيد ما كانش ليه أن يارث في الأرض. السبت ده عارفين إيه هو؟ هو سبت اللاويين، ما كانش ليه ميراث في الأرض زي باقي الأصباط الحداشر، وده لأن الرب هو نصيبهم. فكانوا بأمر الله مخصصين لخدمة وقيادة الشعب روحيا، لكن ربنا حدد ليهم 48 مدينة في وسط كل الأصباط لخدمتهم. ومن 48 مدينة حدد منها 6 مدن كملجأ اللي احنا هنتكلم عليها. طيب ايه هي بقى مدن الملجأ دي؟ هنا هنتعرف عن الست مدن اللي اتحددت في وسط مدن اللاويين علشان تكون مدن ملجأ. تعالوا نقرأ كده من الكتاب المقدس الجزء الخاص بمدن الملجأ من سفر يشوع إصحاح 20. اللي معاه إنجيل يقدر يطلع سفر يشوع إصحاح 20. بتقول إيه الآيات؟ وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم. فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في أذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في بشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، لكي يهرب إليها كل ضارب النفس سهو فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل في من سبط رأوبين. المدن الستة دي كانت منتشرة في الأرض شرق الأردن وكنعان، 3 مدن شرق الأردن و3 مدن في كنعان. ولو أخذناها بالتأمل والمعنى الرمزي، شرق الأردن كانت بتشير إلى كنيسة العهد القديم التي تعبر مياه المعمودية المقدسة، وأرض كنعان تشير إلى كنيسة العهد الجديد. فإن ملجأ الإنسان سواء في العهد القديم أو الجديد هو الله الواحد للجميع. طيب رقم 6 بيشير إلى أيام العمل الكاملة للإنسان، وكأن الإنسان معرض في عمله أن يخطئ، علشان كده بيجد كل أيام غربته، فالله ملجأ له، الله هو الملجأ الوحيد. أزرع الله مفتوحة له كل أيامه، لا يغلقهما مطلقا. هذه المدن يا أحبائي لابد أن تكون طرقها معدة ومجهزة جيدا، ليس بها معوقات،
وبيهرب إليها كل قاتل نفس سهو. يعني واحد قتل غصب عنه، قاتل النفس السهو هو اللي قتل غصب عنه. والرب يسوع المسيح على الصليب حسب صلبه إنهم عملوه وهم لا يعرفون، فقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أي إنه حسب قتلهم له قتل سهو. يعني السيد المسيح نفسه هو على الصليب كان بيغفر لصليبيه إنهم قتلوه غصب عنهم، ولكل واحد بيقدم الرب يسوع نفسه مخلصا له. هنا نلاحظ أن الأشخاص تتحرك والمدن ثابتة، أي أن المدن تمثل قصد الله لنا، والأشخاص رمز لحالة واحدة واختبار. الأشخاص رمز لحالة كل واحد فينا واختباره في حياته. طيب تعالوا نعرف إيه هي شريعة وقوانين مدن الملجأ. مدن الملجأ من نصيب مدن رجال الكهنوت، زي ما قلنا انهم كانوا 6 مدن من ضمن 48 مدينة اللي تحددوا اللي هي مدن للاويين. وكأن الله اراد ان يعرف الشعب ان غاية الكهنة هو ارشادهم الى السيد المسيح الملجأ الحقيقي، فيه بيختفي المؤمنون من الشر ومن اي تجربة. على قاتل السهو ان يلجأ بسرعة الى اقرب مدينة ملجأ، وكانت تعرف من خلال لافتات مكتوب عليها ملجأ ملجأ. دي كانت زي علامات في الطريق ساين. وكانت المدن دي موزعة في كل الأرض علشان القاتل سهل بيبدأ يعني بيبقى سهل عليه إنه يهرب ليها أو ينجو ليها. بعد لما يلتجئ إلى المدينة دي بيقف عند باب المدينة وبيعرض قضيته قدام شيوخ المدينة. يعني قبل ما يدخل المدينة نفسها كان بيعرض قضيته نفسها قدام شيوخ المدينة، والشيوخ نفسهم كانوا بيتحققوا من صدق كلامه وان القتل فعلا قد تم سهو ومش عن عمد. فساعتها بيسمحوا بدخوله الى المدينة اللي هي مدينة الملجأ، ويفضل جوه اسوارها محتمي فيها لحد لما يموت الكاهن العظيم، فيحق له الخروج من المدينة ولا يحق لأهل القتيل ان يقترب اليه. حسب امر الرب تم بناء 6 مدن لكي يهرب ليها كل قاتل نفس سهو. والطرق واللافتات دي بتشير للكتاب المقدس المفتوح للجميع. يا ريت نركز في الموضوع ده شوية، ان المدن دي بيهرب ليها كل قاتل نفس سهو، والطرق واللافتات دي اللي هي بتشير الى مدن الملجأ اللي هو السيد المسيح ملجأنا الوحيد، هي بتشير إلى الكتاب المقدس المفتوح للجميع، بيقود كل واحد راغب في الالتجاء لله نحو رب المجد يسوع علشان يجد ذراعه مفتوحة وممدودة للجميع ويحتمي فيها حتى يموت الكاهن العظيم. وساعتها بيمكنه أنه يرجع تاني لمدينته، ولو خرج قبل الوقت اللي كان من حق ولي الدم أنه يقتله، سلامته كانت مرهونة بأسوار وأبواب مدينة الملجأ التي ترمز إلى الرب يسوع المسيح نفسه، علشان هو الملجأ والحمى الحقيقي لكل إنسان. وإحنا كلنا خطاة مثل قاتل النفس السهو ده، وكما أن القاتل لا سبيل لخلاصه سوى الاحتماء في مدينة الملجأ لا يتوانى لحظات عن الالتجاء للمدينة. هكذا يقولون اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. وزي ما عرفنا أحبائي مدن الملجأ تشير للسيد المسيح فهو ملجأنا، والإنسان التايب بيبقى في أمان مدام في داخل السيد المسيح، إما أن يهرب منه فيتعرض للموت، أما موت رئيس الكهنة فيشير إلى موت السيد المسيح نفسه الذي به عتقنا من أجرة الخطية ووهبنا الحرية الكاملة فيه. أحبائي في القديم كان القاتل يهرب من وجه الولي إلى مدينة الملجأ ليحتمي فيها حتى تتم محاكمته، وإن وجد بريئا يبقى إلى موت الكاهن. لكن في العهد الجديد عهد النعمة فإن الولي والقاضي في نفس الوقت هو شخص الرب يسوع عوض الانتقام، يفتح لنا أحشاءه الإلهية ملجأ لنا فنستريح فيه.
ونبقى فيه إلى الأبد، ننعم لا بالبراءة فقط بل وبشركة أمجاده. الله ليس فقط مدينة الملجأ، لكنه هو الطريق والحق والحياة. تعالوا نسعى إليه، نتحد به وهو فينا، نرجو روحه القدوس ونتعمق فيه بكل محبة، ونقول له أنت هو ملجأنا الوحيد يا الله. أحبائي، دي كانت حلقتنا ودي كانت آيتنا. تعالوا نرنم مع بعض ترنيمة مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود، إله موسى وإله أيوب وشايفينك في ملك داود. تعالوا نرنم مع بعض. مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود، مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. إله موسى وإله أيوب، إله موسى وإله أيوب، وشايفينك في ملك داود. نزلت عشان ترجعنا، تاخدنا معك وتدينا تملي بحب تسمعنا، ومستنينا علمينا، شافت بالصلب أوجعنا، معانا في الديات موجود، معانا في الديات موجود. مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. إله موسى وإله أيوب، إله موسى وإله أيوب، وشايفينك في ملك داود. شفتك وسط شوارعنا بتنده كل يوم لينا، وزكا بيحكي عن معنا، ونظرة عين بتحيينا، يا حب كبير وبيسعنا، حنانك مالي كل وجود، حنانك مالي كل وجود. مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. إله موسى وإله أيوب، إله موسى وإله أيوب، وشايفينك في ملك داود. إله بيروح لسامرية ويستناها عند البير، ويحكي بشوق وحنية ويديها كمان تغيير، إله طيب ملوش حدود، إله طيب ملوش حدود. مفيش غيرك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. إله موسى وإله أيوب، إله موسى وإله أيوب، شايفينك في ملك داود. وأجمل قصة ونهاية بتغفر للي صليناك، وقلت كلام في كم آية وكانوا الكل سمعيناك، يا رب ارسل لنا بداية عشان نرجع إليك ونعود،
عشان نرجع إليك ونعود. مفيش زيك إله يقدر ينجينا في ضب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. مفيش زيك إله يقدر ينجينا في جب أسود، مفيش غيرك إله يغفر ويدينا تملي وعود. مفيش غيرك إله يقدر. الملجأ الوحيد وبدونه لن ننجو ولن نخلص. تعالوا نراجع آيتنا النهاردة، أما أنت فملجأي القوي. دي كانت آيتنا وكانت حكايتنا مدن الملجأ. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشنا. إلى اللقاء.